أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم المهندس حسين محمد أبو اليسر من لمسات الهندسية. نرحب فيك بداية مهندس حسين. حابين نتعرف عنك ونعرف أيضا السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. طبعا الاسم حسين محمد أبو اليسر، من مصر، خريج هندسة قسم هندسة مدنية جامعة عين شمس وجامعة القاهرة برضو، وخريج الكول ناسيونال دو بون شوسي في فرنسا، وخريج نوتنغهام يونيفرسيتي كوليدج في اليوكي، وممبر في بروفيشنال انجينير اوف اونتاريو في كندا. ما شاء الله عنكم. خبرنا اكثر عن ايضا لمسات، متى تم تاريخ التأسيس؟ شو كانت الفكرة أيضا وراء التأسيس؟ الفكرة أنه طبعا بدايات البومينج اللي حصل في دبي بالذات، في الإمارات عموما وفي دبي بالذات، لأنه دبي بدأت في الانفتاح على كامل على التطوير من سكراتش. صحيح. طبعا أصحاب أولياء الأمر يعني كانوا بنظراتهم يعني صراحة يعني ما يعني لو الناس كلها مشيت بطريقتهم ما كنتش هتلاقي مشاكل في البلاد التانية. صحيح بالفعل. اللي حصل في دبي أمر ما واحد حتى يعني مهندس يستوعبه إلى الآن. صحيح، خصوصا بالسرعة اللي صارت باشمهندس. السرعة اللي صارت يعني الفترة من 2000 ل 2016 ل 2008 و10 دي كانت سرعة في الأداء كانت عالية جدا. أصبح الصعود البرودكشن غير طبيعي، يعني فجأة تلاقي إيه مثلا زي الجي بي آر والبيزنس باي إيريا طلع زي الصاروخ. فجأة تلاقي يعني مشاريع طلع بأبراج شديدة جدا، بالإضافة طبعاً المشاريع دي ما بتطلعش إلا ما بيكون في بنية تحتية الأول. طبعاً البنية التحتية دي يعني أنت عشان مثلاً تعمل منطقة، لما تيجي تخطط مدينة بتقول والله أنا هعمل إمتى، أعمل 4 أدوار، إمتى أعمل 10 أدوار، إمتى أعمل 20 دور، لما تكون البنية التحتية بتاعتك تستحمل، عندك تليفونات تكفي، عندك صرف صحي يكفي، عندك مية تغذية تكفي، عندك تليفونات تكفي، عندك كهرباء تكفي، كل الحاجات دي عشان تعملها وعشان تقول انه المهندس بتاع التخطيط العمراني انا عايز اعمل المنطقه دي مواصفاتها كذا، لازم الاول تبني البنيه التحتيه بتاعتك. تجيش مثلا منطقه مصبح لك فيها ب4 أدوار وتروح عامل لي فيها ابراج، طب الحاجات دي كلها تضرب منك. اكيد طبعا. طبعا هذه خبره اللي موجودة دراسة وتخطيط. حين بقى إن تم تخطيط دبي والأماكن اللي هي بريميوم واضحة، يعني معمول لها تخطيط يعني إنفراستراكشر مظبوط، وده سبب إنه يعني أصبح في الأماكن اللي هي ما يعني محتاجة تطوير عالي بيفصلوها بديفلوبمنت اوثوريتي لوحدها، زي مثلا تراخيص، زي الدي دي اي، كل الحاجات دي كانت تدي له مكان وهو يطوره ويطلع بقى، ما يروحش بقى البلديه ومشاكل البلديه والكلام ده. صحيح. حابين ايضا نتعرف عن الخدمات اللي بتقدموها في الخدمات اللي احنا بنقدمها، المباني بجميع انواعها خاصه الفخ، المولات، المستشفيات، المدارس، الجامعات، الكومباوندات، البنية التحتية، بين صرف صحي، مية، كهرباء، ترافيك، رودز، شايف؟ برضو في تصميم المطارات، الأساسيات بتاعتها، الترمينالز والترامك والرانويز والحاجات دي يعني. ما شاء الله، يعني خدمات كثيرة ومتنوعة وتحتاج أيضا إلى
خبرة وأيضا إلى جهد من القوى العاملة أيضا الموجودة عندكم. إحنا بنشتغل بنتورك. يعني إيه نتورك؟ يعني عندك في عندنا في الفلبين، عندنا في ماليزيا، عندنا في جدة، عندنا في بعض صمت بعض أحيانا في مصر، عندنا في اليمن، عندنا في عمان ما شاء الله، عندنا في أوريغون، وعندنا في تورونتو. ممتاز. طبعا باشمهندس في ظل نتورك واحدة، يعني بكون مصر ممكن تعمل مشروع بيلف على كله، كل واحد يدي لك حاجة، أو كل واحد أنت بتقسم الكلام ده. أنت هنا الماستر والباقي هو المطبخ. ما شاء الله عنكم. طبعا باشمهندس في ظل المنافسة الموجودة في سوق دبي، خصيصا في مجال الهندسة ومجال العمران أيضا، لازم يكون عندك شيء مميز ميزك عن باقي المنافسين. شو المميز عندكم؟ المميز عندنا البرزنتيشن والخبرة في المشاريع الضخمة. يعني الحاجات اللي هي يعني في حاجات بتبقى معتادة وفي حاجات غير معتادة. الحاجات احنا مش شغالش في المعتاد بصراحة. يعني سواء من الناحية المعمارية او الناحية الانشائية. الانشائية عن الخرسانات والمشاريع، يعني مثلا اذا كنت بتعمل هاي رايز بيلدينج او اي شيء، طبعا عندنا اخونا البشمهندس حامل يعني بروفيشنال في المواضيع دي يعني، وعندنا المهندس احمد وعندنا المهندس محمد، مجموعة ممتازة. طبعا معنا ايضا اعزائي المشاهدين ضيف مميز معنا، المهندس الاستشاري حامد بسيوني من شركه لمسات. حابين نرحب فيك بدايه، وحابين تخبرنا ايضا عن دوركم في شركه لمسات. مكتب لمسات كمكتب استشاري هندسي في المنافسه الموجوده في اماره دبي، بنحاول نحقق الايكونومي في وراحة اليوزرز أو المستخدمين، بالإضافة إلى الأوبتيمم ديزاين من ناحية إنشائية، بحيث تحقق السلامة والوفر في نفس الوقت، وده التاسك اللي بنحاول دايما نعمله في الشغل. شكرا لظهورك معنا أستاذي. حابين أيضا نتعرف عن الهدف اللي راسمه حضرتك وايضا هدف لمسات. الهدف عندنا ان احنا يعني يكون جزء من التطوير الفاخر اللي بتتميز به دبي. اللي عايز يعيش في دبي لازم يعني يكون حاطط في اعتباره انه بيشتغل في حاجات غير معتاده. يعني عايز تروح تشتغل في، يعني اشتغلنا في اماكن كتير، لا دبي، لان عينهم خدوا على الحاجات العاليه اكيد طبعا. فما ما يعني يعني ما تقدرش انت يعني تحط اي حاجة، لا دبي صحيح. بتختلف عن بالفعل اماكن كتير. طبعا ذكرنا دبي ونذكر الامارات ونذكر الامن والامان طبعًا. في دولة الامن والامان هنا كيف هنا ممكن يساعد الامن والامان على استقطاب مستثمرين؟ كيف ممكن يساعد استقرار السوق ايضا؟ شوف بالنسبة للسيستم بتاع السيكوريتي في التصاميم بتاعة المباني، هنا مستحيل اي كريمنال. يعني انا بعتبر كان يعني كان يعني يمدحوا تورنتو انه سنه 2002 كان كريمنال زيرو. انا بقول لك هنا حتى ولو في شيء انا اقول لك انه زيرو لسبب بسيط. انا البنت دي ممكن تمشي مثلا الساعه 5 الصبح، الساعه 4 الصبح، الساعه 3 صباحا، هات اي واحد بتحصل له مشكله. مستحيل. ما في هنا في دبي، انا اكلمك في دبي طبعا، شايف انا ما اعرفش عن غير انا الحته، انما انا بقول لك انه يعني النظام القوانين السيستم اللي بيمشوا بيه كانترناشونال، يعني ما تجيش تقول لي انا مثلا والله انا مش عربي فانا ما اعرفش، لا يا حبيبي انت تعرف كل حاجه صحيح. يعني هتلاقي الشرطه عارف لغتك، والله انت لو حتى بتتكلم ايه هو تلاقي برضه عندهم اللي يكلمك اكيد طبعا. طبعا نوجه رساله شكر طبعا دي، يعني دي ما بتجيش الا اللي بيأسس، انه عايز يأسس دوله بيبقى اول حاجه بيحط صباعه عليها امن الدوله اكيد. فاذا كان في امن الدوله سليم كل المستثمرين هيجي عندك ويجري اكيد.
خاصة انه بيحس ان هو حاطط فلوس, عارف انه بيرجحها, عارف ازاي متأمنة, كل ده بيجي منين؟ من الامان طبعا. طبعا مش مهندس, حابين نشكرك ايضا على ظهورك معنا اليوم, كان لنا الشرف, وحابين في نهاية الحلقة ناخذ كيفية الوصول والتواصل للمسات. زي ما عند حضرتك اللي موجود عندك الايميل, وعندنا جميع السوشيال ميديا موجوده, واحنا تشرفنا بكم. طبعا جميع ارقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا سوف تظهر اسفل الشاشه. بتشكرك مره اخرى باشمهندس على وقتك الثمين. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.